دكتور عطر، انت ايش سويتي في مازن؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت وينك الحين؟ انا محبوسة بغرفتي من يومها، وهو حابسني بالغرفة، ما حد لي ولا طريقة اتواصل فيها مع احد. زين انها التليفون وقدرت اكلمك. زين زين حبيبتي، انت هدي نفسك وانا بقول لك شو تسوين. انا قاعدة اموت يا دكتورة، قاعدة اموت. تخيلي حتى ابوي حابسه بالسرداب، والله يعلم ايش قاعد يسوي فيه. دكتورة هذا مريض، مريض وخطير. تكفين تكفين، شوفي لي حل عشان اطلع من هني. تكفين. لمياء، الو لمياء، سامعتني؟ الو لمياء. ايش عندك؟ ما تبتطلعين من حياتي. مازن اترك البنت بروحها، البنت ما لها شغل لا باللي صار لك ولا اللي صار حق ابوك، ترى هي بريئه مسكينه، اتركها. انت ليش مصره على عداوتي؟ ليش قاعد تطلعين قدامي بكل شبر؟ طلعي من راسي يا عطر. صدقيني هذا اخر تحذير لك، طلعي من راسي. عرفتي تحت مين البنت؟ صدقيني ما في احد راح يفهم.